الزمالك بيلعب يا جدعان، الاهلي والزمالك، يا زمالك يا اهلي. أيوة. يا رب تكسبوا يا رب وترجعوا مجبورين. مين خالص. مين اللي يفوز؟ مين اللي يكسب؟ زيزو. اه بحبك يا زيزو، بموت فيك يا زيزو، اي لاف يو، كيس مي يا زيزو. يا زمالك يا هندسه، لعب وفن ومدرسه، يا زمالك شك 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 شك، الله اكبر علينا. خمسه وخمسه النهارده، الزمالك زيزو 3-0. هيفوزوا كام؟ هيفوز كام؟ 3-0. وممكن يتهزموا يا زيزو. ولو ولو الاهلي، انا زمهلاويه، احنا فريق جامد، الاهلي حديد طبعا. اه طبعا. اه احنا امال انت ايه؟ زمهلاويه الاثنين، الاثنين 2-1 مخلطه. اه يا زمالك يا هندسه، لعب وفن ومدرسه. وليه بقى ايه قصه عشقك لزيزو؟ والاهلي حديد يكبر ويزيد. يلا بقى، والنبي والنبي تعادل، لا اما 3-1 يا زيزو. تعادل ايه ده؟ لازم واحد فيهم يفوز النهارده. يا زيزو انت هتجيب كام جون؟ قول لي، قول لي في ودني. طب مش هقول لحد. النهارده باذن الله. زيزو بقى، زيزو انا قابلته في المهندسين عند فرغلي في قهوه البرنس، ومش عارف بشوف في حديث المدينه اللي عند فرغلي في مهندسين، فعزمني مره على مانجا ومره عزمني على افوكاتو. افوكاتو. اه وكان اليوم لذيذ قوي بيك يا زيزو. بتحب زيزو؟ بعشقه. طلعت قبل كده في فيديوهات بتقولي انك انت بتحب زيزو قوي. بحبك يا زيزو، بموت فيك يا زيزو، يا زمالك يا هندسه، لعب وفن ومدرسه، يا زمالك طول عمري كيدها ومشمعتش ايد. الله اكبر، الله اكبر عليك، والمتغاظين مني كتير. طيب قولي لي بقى، اللي احنا هنقعد نشوف الماتش فين النهارده؟ ان شاء الله يعني. طبعا بتتمني مين اللي يفوز؟ الزمالك اولا عشان زيزو، ثم الاهلي عشان انا بحب الاهلاويه. يعني اديني ادي نتيجه كام كام مثلا؟ تعادل مثلا وليكن. محدش هيفوز. يا رب يجيبوا تعادل ومحدش يزعل، مش عايزين نزعل لا ده ولا ده. ايوه. عشان ايه الاثنين يطلعوا مبسوطين كده؟ ايه حكايه تيشيرت الزمالك اللي انت لابساه ده؟ انا النهارده هتضرب في الشارع شكلي. اه بعد كده ما اعرفكوش، انا هقلع التيشيرت وارميه على جنب. اه النهارده زمهلاويه، بكره زملكاويه. أيوة. كل ده عشان خاطر عيونك يا زيزو. تحب زيزو؟ بعشقه. اه 3 يا زيزو، يا زيزو اي لاف يو كيس مي، بحبك قوي يا زيزو، بعشقك. طيب قولي لي بقى، انت زملكاويه بقالك كام سنه؟ بصراحه بقالي شهر واحد. انا اهلاويه. اه بس انا قلبت المهلاويه عشان خاطر زيزو. النهارده 3-0، النهارده الزمالك هيكسب، لا اما التعادل يا اهلي. انا بحبك يا اهلي عشان ما حدش فيكم يزعل مني. ايوه. انا اهلاويه عادي. وانت بقالك يعني شهر واحد زملكاويه؟ انا مش، انا اهلاويه الصراحه. ايه اللي خلاكي بقيتي زملكاويه من شهر واحد؟ إيه انا بحب زيزو. ايه اللي خلاكي تبقي زملكاويه بقالك شهر واحد؟ زيزو. ايه نقطه ضعف زيزو؟ بتحب يا زيزو؟ بحبك الشك الشك يا زيزو، الشك الشك. انا كنت طالعه رقصه في موسم حصاد الكوب. مسلسل ايه؟ كنت تشوفوني في فيلم موسم حصاد الكوب، وطلع ترند في عمر افندي. بس الاحلى الفيلم الجديد بتاع محمود حافظ. اه ولما رقصت زومبا في فيلم مسرح مصر. اه بس حرام عليك يا منصور، انا حامل. اه ايوه حامل، في بقالي سنين، مش واخد بالك منه ولا ايه؟ لازم تصلح غلطتك. بقول لك ايه، انا مش هنمثل هنا، احنا النهارده في الزمالك والاهلي. ورود يا رب يجعل يجعل يوم سعيد كده عليكم، وتيجوا مجموعه ورود يا رب. طلعوني عمره طيب عشان ارتاح. لا هوليود في امريكا. يا رب اطلع هوليود في السعوديه او في امريكا. ماشي قولي لي بقى، الـ 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 النتيجه هتخلص كام كام النهارده؟ تتوقعيها كام؟ يا رب تعادل، انا مش عايز ازعل لا زمهلاويه ولا زملكاويه. تعادل ازاي؟ ما ينفعش تعادل. هنكسب يا زمالك يا هندسه، لعب وفن ومدرسه، شك 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 شك. بحبكم بحبكم، وانا جاي اخدم عندكم، اي لاف يو كيس مي. بحبك يا زيزو، عايزك كده تتفائل خير وتدخل 3 جون بس، ده اللي طالباه منك يا زيزو. اه 3-0. 3-0؟ اه دي مش نتيجة هتبقى قليلة أو كتيرة على نادي الزمالك؟ ما هو الزمالك مدرسة. لازم ياخد 3. اه اه أنت زملكاوية ولا أهلاوية ولا إيه حكايتك؟ أنا زملكاوية. يعني بتحب الزمالك؟ عشان زيزو، عشان برفع من روحه المعنوية. اه عشان عارفه ان زيزو قال لي لو ان هو ما كسبش الماتش النهارده
نفسيته هتتعب وهيسافر طبعا، نفسيته هتتأثر جدا. اه احنا عايزين النهاردة لعب بتفوق. ايوه، واللي يكسب فيكو هنفرق له شربات. ايه الدور بتاع حامل؟ حامل دي ورا هو ده الفيلم بتاع محمود حافظ الجديد. طبعا محمود حافظ من الناس الناجحه الجميله جدا. ايوه، ومعانا نجم كبير، بس انا حتى مش بعرف اسامي النجوم قد كده. مش هو نجم عجبني حباه، نفسي اقابله تاني. كنت بقول له حرام عليك يا منصور، انا حامل. حامل؟ ايوه حامل، في بقالي سنين مش واخد بالك منه ولا ايه؟ لازم تصلح غلطتك. الزمالك هيفوز كام النهارده؟ 3-0. والاهلي هيكسب كام؟ 6-0. مش عارف، انا مش عارف، انا عايزهم يكسبوا، واللي هيكسب فيهم صدقني هفرق شربات. ليه ما بتزعليش لما بيسموكي اثقل مشجعه؟ انا اثقل مشجعه في مصر، الاهلي والزمالك. يا زمالك يا هندسه، لعبوا فن ومدرسه. يا زمالك يا هندسه، لعبوا شك 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 شك. اخر اعمالك اللي عملتيها ايه؟ اخر اعمالي اعلان مع الحالات الخاصه، وعملت موسم حصاد الكاكا، عمر افندي، اشتغلت في فيلم زومبا مع نجوم مسرح مصر، اشتغلت مع سينرجي فيلم بتاع امير كراره، رقصت زومبا بس رقصته حلو قوي، كنت شاطره. وفي فيلم غنيت فيه وكنت رقصت. استجاب.